من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تشتغل عليها وتخلي بالك منها هي الجروث بتاع الشركة اللي انت شغال فيها او الاعلانات اللي انت بتعملها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا المفروض بحسب كل شهر بزيد بنسبة قد ايه. طب هل في الريال استيت عندنا بنحسبها كل شهر؟ لا، بنحسبها كل سنة. ليه بنحسبها كل سنة؟ لان احنا عندنا السيزونز متقلبة، عندنا السوق في حالة عدم الاستقرار، والنهارده بروجكت، بكره بروجكت، بعد بروجكت جديد، فاحنا دايما في تقلبات. ممكن نقرر النهارده او الشهر ده ان احنا هنشتغل على بروجكتس معينه، تاني يوم بيطلع بروجكتس جديده تخالف كل اللي احنا بانيينه، ونبتدي نبلان من الاول. طب احسب ازاي الكروس بتاعي وازاي انمي الكروس ده؟ تعالى كده ناخد السؤالين دول كمعيارين مهمين جدا جدا علشان نقدر نبني فكره معينه لموضوع الكروس ده. موضوع الجروس هو ازاي احسب الريت بتاعي ومعدل النمو عندي من غير ما ادخل في تفاصيل تكاليف زيادة، من غير ما ادخل في تفاصيل تكاليف زيادة، لكني ببيع بسعر دايما اعلى، او بشتغل على ان انا يجيلي امباكت اعلى. يعني انا المفروض، تعالى في المثال ده كده اللي انا مجهزه لك، انا عندي اجمالي المبيعات في السوق خلال السنه. طبعا احنا عرفنا ماركت ريسيرش وفهمنا ان انت في الماركت ريسيرش بنشتغل على الجزء السكندري، وبناخد الاخبار كمصدر، الريسيرش كمصدر، المعارض كمصدر، الناس الثقيله في المجال وتصريحاتهم كمصدر، الجورنالز اللي شغاله على الريال استيت والويب سايتس اللي شغاله على اخبار الريال استيت والاقتصاد كمصدر. طيب خلاص احنا عرفنا ان السوق اخر احصائيه وصلنا لها ان اجمالي المبيعات في السوق خلال اخر الشهر، سوري، خلال اخر السنه مليون وحده. حلو، مليون وحده. فور اكزامبل احنا بناخد ارقام بسيطه عشان تكون فاهم. طيب شركتنا باعت اخر السنه 100 وحده. طب السنه اللي حصل فيها مليون وحده مبيعات احنا بعنا 100 وحده، طب يبقى اجمالي الشريحه بتاعتنا في السوق قد ايه؟ 1%. اجمالي وجودنا في السوق 1.1%. يعني انا ال 1% من السوق، انا 1% منه، يعني انا 1% في اجمالي ال 100% في السوق. يعني احنا عندنا حوالي 100 وحده، ال 100 مليون وحده، المليون وحده دول انا بعت منهم 100، يبقى انا 1.1% من اجمالي في السوق. طيب تعالى كده، ده حساب الشريحه. الناس اللي بتسال انا ازاي احسب الشريحه السوقيه بتاعتي، او ازاي افهم الجروث بتاعي، الشريحه السوقيه بتاعتي بتعلى ولا لا. طب تعالى كده نشوف، انا اخر 3 سنين، تعالى نحسبهم. السنه الاولانيه مثلا من 2018 بعنا 50 وحده في السنه، تمام. طبعا الارقام دي زي ما بنتكلم هي فور اكزامبل عشان تكون الرؤيه واضحه او ما تتلخبطش في الارقام. السنه الثانيه عندنا احنا بعنا 70 وحده، السنه الثالثه بعنا 100 وحده. طيب ده الاناليسيس بتاعنا، وده اللي احنا طلعناه من النتائج بتاعتنا. طيب اجمالي بقى الفرق ما بين، الفرق هنا، الفرق بين كل سنة كام؟ الفرق ما بين كل سنة، الفرق ما بين السنة الأولانية والثانية، أنا باقي هنا فرق 20. طب هل مثلا السنة الثانية فرق كام؟ فرق هنا حوالي 70 ل 80 90 100، حوالي 30 فرق. طيب السنة الثالثة لما بعنا احنا ال 100 وقلنا فرق تاني، يبقى أنا إجمالي التقدم بتاعي، اجمالي الجروث بتاعي حوالي 20% خلال اخر 3 سنين. اجمالي التقدم بتاعي حوالي كام؟ 20% من اجمالي كل سنه. طب الاوبجيكتيف بتاعتي المفروض السنه الجايه ان انا احدد الاوبجيكتيف بتاعي، هبني الاوبجيكتيف بتاعي بناء على الارقام دي، بناء على الارقام دي. طب انا دلوقتي تحديد الهدف بتاعي للسنه الجديده لازم يتناسب مع القدرات المادية والقدرات الإدارية، لازم أكون إداريا أقدر أدير الزيادة اللي أنا عايز أحققها. ما ينفعش مثلا أجي آخر السنة وكل السيلز اللي عندي يروحوا شركة منافسة أو يسيبوني ويمشي، وده حصل
في احدى الشركات، واقول ان انا محتاج السنه الجايه ابيع نفس المبيعات واعلى بنسبه الجروس، الا لما يكون عندي بياعين بنفس الكفاءه او اعلى. تمام؟ فده اداريا، ما يبقاش معايا، مش معايا اصرف على الكامبينز والمصاريف الاداريه والتسويقيه، واقول ان انا محتاج اعلي الطريقه بتاعتي او الجروس بتاعي وازود للجروس بتاعي ومعدل البيع بتاعي. طب احنا المفروض محتاجين نحط اوبجيكتيف علشان نوصل للهدف بتاع السنه الجديده. يبقى انا المفروض الهدف بتاعي ابيع 122 وحده بناء على الاهداف اللي اتحطت قبل كده والنسبه اللي انا وصل لها قبل كده، ان انا بزيد بالنسبه من 20 ل 30 وحده في السنه. طب تعالى كده المفروض نعمل ايه؟ نقسم الوحدات دي على السنه، نقسم الوحدات دي على السنه بما يتناسب مع السيزونز بتاعتها. طب تعالى كده نشوف السيزون من اول شهر واحد، عندي في مشكله، شهر اثنين برضه نايم، شهر ثلاثة الدنيا قايمة شوية، عندي وقت السيزون 5 6 7 8 9، عندي 10 و11 و12 نفس الجروس. يبقى أنا هقسم الجروس بتاعي على نفس الموضوع، عندي شهر واحد أبيع 6 يونت، شهر اثنين 6 يونت بما يتناسب مع طبعا إداريا وماديا، وكمان يتناسب مع البلان اللي احنا كنا لسه عاملينها في الفيديو اللي فات وشرحناها في البيت اللي فات بتاع حساب الاوبجيكتيف والتارجت والبرايسنج بتاعت الفيديو اللي فات، وقلنا المفروض هنشتغل عليها ازاي ونحددها بانهي واي. طيب خلاص احنا شهر 3 10 وحدات، شهر 4 10 وحدات، شهر 5 15 وحده، وقلنا افترض جينا في شهر مثلا بدل ما هنا بقينا 15 هنا اشتغلنا بعنا 10 وحدات، انا عندي كده مشكله لازم اعالجها، اجي الشهر اللي فات لازم ابيع حوالي، لازم الشهر اللي فات بعد كده الشهر اللي فات ابيع حوالي مثلا هنا كده ابيع حوالي 20 وحده علشان اعوض الفرق اللي راح. طب انا ما بعتش هنا غير 18، حلو، هيتبقى هنا 18، هيتبقى عندي في وحدتين، في وحدتين انا ايه اوفرلود عليا لازم اوصل لهم، انا هنا المفروض ابيع 18. تمام؟ هنا سوري 17. تمام؟ علشان اعوض الفرق التاني وابتدي اوصل لاخر السنه بالتارجت بتاعي. طب ولنفترض ان انا جيت هنا في شهر 2 عملت 8 مبيعات، 8 يونت مبيعات، 8 يونت دول اللي انا حققتهم او الثمانية يونت اللي انا المفروض استقريت عليهم، هل اجي هنا بقى اخصمهم قدام؟ لا، لان انت مش ضامن مستقبلا، ممكن تيجي في شهر زي شهر 11 يكون عندك اصلا زيرو مبيعات، يكون عندك كام؟ زيرو مبيعات. فهنا في الحاله دي انت هيكون عندك مشكله اصلا، انت معوض ار في اول السنه بس جيت في اخر السنه ومش عندك وقت تعوض بيه. طب ده بيفيدك في ايه؟ يبقى انت عارف دخلك ماشي ازاي، عارف الاوبجيكتيف بتاعك رايحه فين، بتبني الشركه، مشارك الاوبجيكتيف بتاعتك لكل الناس اللي معاك في الشركه، وباني تشالنج في الشركه، تحدي ان احنا يا جماعه الاوبجيكتيف بتاعتنا نوصل لكذا. احنا في ريت حاصل في شركه من الشركات كنا عاملين اناليسيز مرسوم على الحيطه بيتغير دايما، احنا الشهر ده الاوبجيكتيف كذا، وفي ريت بيتعمل اونلاين في شاشه جاهزه محطوطه، الريت بتاعنا احنا طالعين احنا نازلين، هل احنا بنتفوق بنخسر بنقل بنزيد، علشان الناس تكون شايفه كل بوينت بتحصل قدامها. فانت كل اللي عليك هتحدد اخر الفتره، طب انا مش بقالي 3 سنين في السوق، هتحدد اخر فتره اشتغلت فيها كانت ايه، وتحدد اوبجكتيف زي ما احنا حددنا، وتبني عليها الاوبجكتيف بتاعتك بما يتناسب مع طريقة شغلنا، وتبعت لي البلان اللي عملتها والطريقة اللي عملتها ونراجعها سوا عشان أقول لك الطريقة الصح أو أي تعديل ونتناقش فيها.